مولود السرطان رح تنتقل الشمس هالأسبوع لبرج الجدي حتى تشكل مربع فلكي مع برجك بموقع دقيق بالنسبة لك، وبيهدد بعض التحديات والإجراءات يلي ما بتناسبك أبدا، بالإضافة لوجود القمر ببرج الجدي نهار السبت بعكسك وبيولد لك سوء تفاهم توتر. ما تترك الأمور تتداخل ببعضها، انتبه لأغراضك ونظم أفكارك وما تدخل حالك تحت ظروف صعبة لأنك أنت ما بتمتلك الطاقة الكافية حتى تجازف. لكن رح تتبدل الأوضاع الفلكية مع انتقال القمر لبرجك بين الأحد والثلاثة، ثلاث أيام حلوين كتير بيحملوا لك اتصالات مزدهرة، مكاسب مالية، مكاسب عاطفية بتخليك تشعر أنك عم تولد من جديد، وأنه الشجاعة والجرأة والحيوية رح تسكنك وتحمل لك ثمار دسمة ومعنويات إضافية. مشان هيك حاول أنك تنهي كل المعاملات الصعبة لأنك أنت بهالفترة قوي وتحت الأضواء بتتبع الحظوظ، وبيكون الجو العام ممتاز جدا مع انتقال القمر للأسد يومي الأربعاء والخميس للبيت الثاني بيت المال، يلي بيتحدث عن عزيمة قوية ورغبة بتسريع الأمور يلي بتتعلق بمواضيع عقارية مالية حسابات مكاسب ومدفوعات. انت قادر انك تساوم بالحسابات لأنه الأجواء كلها مشجعة مع توقعات بمفاوضات مالية من قروض أو مساعدات. حان الوقت عزيزي حتى تعيد قراءة حساباتك وتحدد موقعك. كمان رح تعيش نهار الجمعة يوم مثمر وواعد بكثير من التقدم تحت تأثير القمر من برج العذراء يلي بيشكل مثلث فلكي مع الشمس من الجدي، بتتكاثف التأثيرات الفلكية الجيدة وبتتعاون معك وبتخدم مصالحك. عاطفيا بدك تنتبه شوي، ممكن تعاني من بعض الغيرة والشعور بالتملكية ورح تعيش شوية قلق تحت تأثير الضغوطات المتنوعة من وجود الزهرة بمواجهة برجك من الجدي. هالأمر بيخلي طباعك متقلبة وكمان رح يكون التفاهم معك صعب، مشان هيك ما تستغرب ظهور تباين بالآراء واحتدام بالنقاشات. ما تاخد أي قرار بالارتباط أو أي قرار بالانفصال تحت وطأة العصبية والتمرد. أما العازب ممكن يطلع شيء يخليك متوتر وعصبي، فما عليك إلا أنك تتفهم الأوضاع وتحاول أنك ترتب الأجواء.